احنا عندنا الجيل الثالث من الالترا فورمر اللي هو احدث حاجه، فهو الالترا فورمر 3. اوكي، فكره الالترا فورمر انت مش هتصدق ان انا عملته على نفسي عشان اقتنع بيه من البدايه يعني. فخليت المهندس اشتغل لي نص وشي ونص التاني لا، علشان اقارن هل بجد هو فعال او مش فعال. وتقريبا انا عرضت الفيديو ده لكل الناس، يعني كل الناس شافوه معايا. اوكي، فكانت الريزلت فعلا فعلا جميله، يعني ان انت تشوف ان في اختلاف حقيقي بين نصين وشك في نفس وقت الجلسه، ده كان اختلاف رائع. اوكي، بلس ان الريزلت مش بتبقى بس دي ريزلت اللي اون ذا سبوت، لا، وذن كده شهرين بيكون في تحسن كبير في الريزلت. وده اللي انا دايما بقوله لكل البيشنتس بتوعي، بقول لهم دايما خدوا صوره قبل، عايزين تاخدوا صوره في وسط السيشن اتس اوكي عشان تشوفوا الفرق. وده اللي بعمله مع البيشنتس بتوعي برده. وبعدين بعد شهرين خدوا صوره كمان وشوفوا التحسن. دايما الحاجه بتاخد وقت، بيكون يعني الناس مش ملاحظه قوي التحسن، لكن لو واخدين صور، الصور هي ذا بيجست بروف يعني. اوكي، وكل ما شاء الله اغلب الناس، هنقول مثلا 90% من الناس اللي عملوا جلسه شافوا ريزلت لما اتبعوا الخطوات اللي قلنا عليها دي. اوكي، انا بعتبره من الاجهزه اللي المفروض نبدا بيها طالما ان البشره فيها نزول. يعني لو واحده حامل ووالده، بيكون وش مثلا مليان قوي او منفوخ قوي وقت الحمل، فبالتالي بعد الولاده بتبتدي الوش يضعف. بقولها على طول، بقولها اعملي لي الالترا فورمر اوكي عشان يشدلك شويه من البشره المرتخيه. لو واحده فقدت وزن كبير بعد عمليه من عمليات التكميم مثلا، اوكي، ابتدى برده الوش ينزل. قبل ما ابتدي بالفيلرز، لان في الغالب بتحتاج فيلرز، بقولها لا بليز ابتدي بالالترا فورمر يشد الجلد شويه، فبالتالي لما اعمل لك الفيلرز تشوفي ابات ريزلت، تشوفي نتيجه احلى كتير من لو عملنا فيلر لوحده. فانا بشوف انه اجراء مهم جدا وكتير من الناس بيحتاجوه. من احلى النتائج كانت السكرتيره بتاعتي رفيعه جدا، عملنا لها الترا فورمر على منطقه الدبل تشين، لان كانت دايما بتعاني من الدبل تشين. صورتها اوكي، هبديها لكم صورتها، اللي يشوفها يقول انها عامله تاكسس من كتر ما الجو لاين اتحدد فعلا، يعني اتحدد واترسم. كل اللي بيشوفوا الصوره بيقولوا انت عملت لها تاكسس، انا ما عملتلهاش تاكسس خالص، بس فعلا حصل تحديد كبير بعد الالترا فورمر، بس بعد تقريبا جلستين من الالترا فورمر. فالنتيجه جدا جميله، وعشان كده هرجع اقول ان الصور بتفرق، فلا مش هنسى الحاله دي.